أهلا بكم في سبوت نيوز. في حادثة هزت فرنسا وأوروبا بأكملها، اندلع حريق في كاتدرائية نوتردام التي تعد أحد أشهر معالم العاصمة الفرنسية باريس، بما أسفر عن تدمير سقف الكاتدرائية وبرجها الرئيسي. وغطت سحاب الدخان كبرى سماء باريس، في حين تساقط الرماد على مساحة واسعة حول الكاتدرائية. كاتدرائية نوتردام تقوم في مكان بناء أول كنيسة مسيحية في باريس، بناها الملك شيل دبريت الأول ملك الفرنجة، وذلك عام 528 ميلادية. وهي كاتدرائية كاثوليكية قرطوسية ومقر أبريشيه لباريس، تقع في الجانب الشرقي من جزيرة المدينة على نهر السين في الدائرة الرابعة في باريس، أي في قلب باريس التاريخي. تعد الكاتدرائية واحدة من أفضل الأمثلة على فن العمارة القوطية الفرنسية، ونوافذها الوردية الهائلة والملونة والواقعية ووفرة زخارفها النحتية. تعرضت مؤخرا لحريق شبه بداية في ألواح خشبية موضوعة للمرور عبرها، كانت تستخدم لأعمال ترميم بعض الأقسام في الكاتدرائية. وأعلن مسؤول في الشرطة الفرنسية أن المحققين يعتقدون أن تماسا كهربائيا أدى إلى اندلاع حريق الكاتدرائية على الأرجح. فيما أعلن جهاز الإطفاء في باريس إخماد حريق الكاتدرائية بالكامل بعد نحو 15 ساعة على اندلاعه، وأضاف أن الحريق انتشر بسرعة كبيرة في السقف الخشبي للكاتدرائية على مسافة 1000 متر مربع تقريبا. وألغى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كلمة كان من المقرر أن يوجهها للفرنسيين بنفس يوم الحريق، وأكد عبر تغريدة له على تويتر أنه يشاطر الأمة الفرنسية بكاملها الألم بسبب حريق الكاتدرائية، مبديا تضامنه مع جميع الكاثوليك وجميع الفرنسيين. وأضاف: بما أن نوتردام تحترق فإن أمة بكاملها تتألم، وأتضامن مع جميع الكاثوليك وجميع الفرنسيين. حيث أعرب أيضا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أسفه العميق بسبب الحريق الذي اندلع في كاتدرائية نوتردام وسط العاصمة الفرنسية باريس.